انتشر الفساد تجارة السلاح والبضائع المهربة والسجائر في ظل جمهورية الفكهاني. كان هناك أكثر من 100 مكتب دبلوماسي، وكان مشهور الدبلوماسيين الفلسطينيين بتهريب الأشياء للأسف، كما دون يزيد صايغ بدقة جدا ومصادر في كتابه، مش من عندي ومصادر تانية، بس هو لأنه أكثرها دقة ومرجعية فأنا برجع لي. أصبح التنظيمات كما أشرت كل تنظيم له حصة، وقضية الحصص، وبدأت تتفاقم أزمة أو شكل جمهورية الفكهاني أنها جمهورية المنافع بالنسبة للذين يريدون الانتفاع والمغانم والأموال التي كانت تأتي من الخليج ومن الجزائر ومن ليبيا ومن غيرها بشكل كبير جدا للمنظمة. في هذا الوقت اللي كان هذا الأمر يتضخم، كانت إسرائيل تعد لعملية اجتياح كبيرة للبنان. مصادر منظمة التحرير الفلسطينية وصلتها معلومات أن إسرائيل بتعد لهجوم كبير. إيه المعلومات اللي وصلتكم قبل عملية الاجتياح اللي تمت سنة 82؟ الحقيقة يعني لم يكن سرا أنه سبق 82 إشارات أكثر من واضحة تدل على إمكانية حدوث اجتياح صهيوني للبنان. موضع الخلاف كان حجم ومدى هذا الهجوم، يعني إلى أين سيصل؟ هل سيصل إلى الجسر الأولي، إلى صيدا، إلى ما هو أبعد من ذلك، أم سيصل إلى بيروت؟ وكانت إسرائيل يعني كيف الآن يحكى عن العراق والتحضير لحرب ضد العراق، كانت إسرائيل تحكي وتتكلم وتذيع عن مساعي غزوها إلى لبنان. وقال يوميتها بيجين أنه أي عملية استفزاز فلسطينية واحدة تكون كافية لأن نهاجم لبنان، حتى لو كانت سيارة مفخخة في عكا أو مقتل سفير أو دبلوماسي إسرائيلي في الخارج، وقتل أو صارت محاولة قتل هذا السفير في 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 بريطانيا. نعم. وكانت السبب المباشر كما قيل يومئذ لحرب 1982. طبعا السفارة السوفيتية، السفارة الفرنسية، العديد من الدبلوماسيين الأجانب من الأصدقاء حذرونا. لا بل أن ياسر عرفات نفسه في جميع المناسبات التي سبقت يعني بداية عام 82، وهو يحذر من إمكانية هذا الهجوم. حتى أنه كان تصوركم إيه لهذا الهجوم؟ مجرد إسرائيل تؤمن حدودها على 40 كيلو؟ يعني شيء من هذا، لأن كانت بعض المدفعية الموجودة في جنوب لبنان تقصف من آن لآخر وبشكل مستمر المستوطنات. لم يكن من المتوقع، يعني قلة الذين ارتأوا إمكانية اجتياح بيروت. أنا رجعت لمذكرات شارون باعتباره كان وزير الدفاع وكان قائد هذا الغزو. قال أنه سئل في اجتماع مجلس الوزراء في 16 في 5 يونيو 82، سئل من نائب رئيس الوزراء آنذاك سمحة إيرلخ إذا كانت العملية ستشمل بيروت، فقال إن بيروت ليست جزءا من المخطط، وقال إن بيجن قال لو اضطر الأمر لاحتلال بيروت فسيتم احتلاله. لكن هو هنا قال شيء هام جدا في صفحة تانية، كلام ده 1614 لقيته أي شيء تاني، بيقول إن إسرائيل لم تكن تفكر في احتلال الجولان في 67، لكن حينما وجد ديان الفرصة مناسبة اقتنصها، وكذلك فعل في سيناء عام 67، وهو قرر أن يسير على نهجه إذا وجد الفرصة مواتية لاحتلال بيروت فلما لا. لكن الذين كانوا يعرفون أن بيروت هدف كانوا هم القادة الشماليين، اجتمع معهم شارون في مارس 82 وقال لهم أن بيروت هي الهدف، والهدف هو إخراج الإرهابيين من لبنان، وكان يقصد طبعا الفلسطينيين. ولكن في اجتماع مجلس الوزراء قال لهم أن المسافة فقط هي 40 كيلو. ولما رجعت ليزيد صايغ لقيت ان مصادر كثيرة قالت فعلا ان مجلس الوزراء لم يكن يعرف الهدف الاساسي لشارون ان هو كان بيهدف، ولم يفضح ذلك الا في سنة 94 تقريبا. المصادر اللي انت قلت لي عليها ان في
أصدقاء ليكم فرنسيين أو السوفييت أو كذا أبلغوكم فعلا، والمصريين أبلغوكم، حتى إن هن لما دخلوا الإسرائيليين إلى مكتب منظمة التحرير حصلوا على وثائق عبارة عن اجتماعات كانت بين المصريين وبين الإسرائيليين، وأعطوها للفلسطينيين حتى يعرفوا بعض الأسرار منها، لكن وقعت في إيد شارون، وشارون أرى بعضها في الكنيسة الإسرائيلية. المقصد هنا إن كان هناك عملية ترتيب واضحة، ولكن كان في عملية ارتخاء على الجانب الآخر، وأقصد الجانب الفلسطيني تحديدا، واستنعام بجمهورية الفكهاني وما كان يحدث فيها. أعود مرة أخرى وأكرر أن الهدف الإسرائيلي المرضي عنه أمريكيا هو تصفية منظمة التحرير الفلسطينية بكل ما تعنيه، وترحيلها عن المنطقة إن لم يكن إبادتها. وكانت إسرائيل تتربص بالفرص المناسبة، لكن كانت قيادة منظمة التحرير قريرة العين بأن إسرائيل لن تصل إلى بيروت، وأن أقصى مدى يمكن أن يصل هو 40 كيلو، وبالتالي المجموعات اللي كانت موجودة، ومش عايز أقول الحجم بتاعها قد إيه، المقاتلين اللي في الجنوب لو قتل منهم شوية وكان مدفع طقطقة وطقطقتين وخلاص إسرائيل هتقف عند هذا الحد. يعني مرة أخرى أتساءل ماذا كان باستطاعة القائد الفلسطيني أن يفعل. أشهد لله أن أبو عمار، أنتوا الآن صار لكم دولة وصار في جيش وصار في نظام وصار في تدريب دولة وصار في أسلحة واشتريتوا دبابات وعندكم طيارين، يعني الدنيا ربيع صارت. حديث يا أحمد، حديث يعني 30 دبابة شغل رومانيا من صنع الثلاثينات، يمكن قبل ما تصير رومانيا دولة اشتراكية. قالكوا دبابات انتاج سنة 44 من مخلفات الحرب العالمية الثانية من اليمن الجنوب، اليمن بعت لكم دبابات، يعني دبابتين ثلاثة أربع دبابات خمس دبابات، يعني مش حاجة. الإسرائيليين بيقولوا خدوا 40 دبابة من عندكم لوحدي، يعني إسرائيل منها. وبعدين هسألك عن السلاح اللي بقى بعد كده، لأن أنت صرفت فيه. منزهة عن الكذب، منزهة عن الكذب إسرائيل. شارون أكبر كذاب في العالم، أكبر كذاب، يعني حكايته بصبره وشتيلة الحالة شاهد على ده. مطلع نفسه في مذكراته بريء خالص، لأنه ما كانش يعرف حاجة. طبعا بريء، لكن واحد صحى من النوم قال له ده حصل كذا كذا. صحيح صحيح، وهو الذي يعني يدي مدميتان حتى الرسغ. على كل حال ربما يكون صادق في اللي قاله هنا، في اللي قاله صادق، لأنه هو كان طموحا طول عمره. شارون معروف أنه رجل يسعى نحو طموحاته، رجل بيخدم بلده، خدم بلده ودبح في الجبهة المصرية بيخدم بلده، المهم اللي عندنا يخدموا بلده. لا معلش، في كثير ضباط يمكن خدموا، لكن ما كانش لديهم نفس الطموح الذي كان عند شارون. شارون كان واضح أنه رجل يسعى نحو مستقبل، في كثير خدموا وما صدقوا يخلصوا من الجيش الإسرائيلي. يعني ليس كل جنرالات الجيش الإسرائيلي أصحاب طموح سياسي، لكن هو من بينهم كان من أكثرهم طموحا، لذلك كان مستعد. هو يقال في رواية أخرى أنه تحدى بيجن، كذب على بيجن، وأنه بيجن لم يكن على علم، أو هنا كذب عليه. وهو في كتابه قايل كده. فيعني وكان يعني يرضى ويتحمل كقائد إسرائيلي، ضابط إسرائيلي، جنرال إسرائيلي، نوع من المغامرة من غيره من الضباط الإسرائيليين، أكثر التزام وأكثر انضباط. المهم أنه ماذا كان باستطاعة المقاومة الفلسطينية أن تفعل أكثر من أن تفضح هذا المخطط، وأن تضع الأمم المتحدة وأن تضع الأمة العربية والحكام العرب أمام هذا الواقع. لكن كان واضح عندكم كل معالم المخطط. في 4 يونيو 82 بدأت الغارات الإسرائيلية على بيروت، هل أدركتم أن هذا بداية الهجوم الإسرائيلي؟ نعم، لأنه يعني أصلا لم نسترح بعد هذه الغارة التي أودت يومئذ بحوالي 120 إنسان وجرحت حوالي 800 آخرين في محيط الدائرة المدينة الرياضية، في محيط ما تسميه جمهورية الفكهاني. في اليوم الثاني مباشرة صباحا كانت إسرائيل قد اقتحمت الجنوب، وتحديا للأمم المتحدة من معابر يشرف عليها قوات الأمم المتحدة، واحتلت النبطية أهم مدينة في الجنوب، ثم استمر بعد ذلك
أظن يوم 9 حزيران كانوا قد وصلوا إلى أطراف بيروت. في 11 في 6 يونيو بدأ الهجوم على الجنوب، 5000 جندي تابعين للقوات الدولية اليونيفيل. إيه كان موقف هؤلاء؟ نتفرجوا اليونيفيل تفرجوا، وبعضوا تقارير للأمم المتحدة إنه صار في هجوم إسرائيلي، وطبعا حسب المندت تبعهم لا يملكون أن يفعلوا شيئا، يعني إلا أنه لا يستطيعوا، لا يملكوا حق المقاومة ولكن حق إبلاغ الأمم المتحدة بما جرى. عرفات وصل السعودية صباح 6 يونيو، عند الظهر كان الاجتياح الإسرائيلي واضحا، 75 ألف مقاتل إسرائيلي، 1240 دبابة، 1520 ناقلة جند مدرعة. على الجانب الفلسطيني عدد المقاتلين لا يزيد عن 6000 مقاتل، أسلحتهم طبعا غير متناسبة مع حجم الأسلحة، ومع ذلك أعتقد استطاع هؤلاء أن تكون لهم بطولات وأن يعرقلوا المخطط الإسرائيلي. كان كما قال شارون كان مخطط في عدة أيام أن يحققوا أشياء، ولكن ظهرت بطولات كثيرة عرقلت هذا الوضع. لكن في نفس الوقت حدثت انسحابات مشينة صح، وأنا أقرأها كأني كنت بقرأ ما حدث في سيناء سنة 67 صحيح. وكانت تصدر أوامر لكثير ممن لديهم استعداد لمقاومة الإسرائيليين ومواجهتهم بأن ينسحبوا. هذا صحيح، وهذه يعني عملت إشكال طويل عريض في أول جلسة للمجلس الوطني بعد الاجتياح في الجزائر سنة 83. ومن المؤسف أن بعض رموز هذا الانسحاب بقيت في مواقعها واستلمت فيما بعد حتى مراكز مهمة في السلطة بعد توقيع اتفاقية أوسلو. ولكن في نفس الوقت هنالك العديد من الضباط ومن الشباب الذين استشهدوا في معارك كان من المعروف ومن المؤكد أنهم لن ينتصروا بها، ولكن رفضوا الاستسلام لقوات العدو قبل أن ينفذ آخر واحد منهم، ولا يتمكن من الفرار بعد انتهاء الذخيرة التي لديه. يعني هنالك في الرشيدية وفي مخيم عين الحلوة وفي جوار صيدا وفي منطقة السعاديات وفي الأوزاع على مداخل بيروت هنالك ملاحم، وأعتقد أكاد أقول إنه يعني في هذا الجوار المحيط في بيروت هنالك مئات من الجثث التي أهل أصحابها لا يعرفون عن وجودها، يعني طمرت في أرض المعركة. المدن والمخيمات الفلسطينية بدأت تسقط تباعا، ولكنها لم تهاجر أماكنها، وهذه ظاهرة مثيرة للإعجاب والتقدير. يعني الفلسطينيين في مخيمات الجنوب لم يغادروا الجنوب، بقوا في مخيماتهم رغم تعرضهم إلى ما تعرضوا إليه من عذاب ومن يعني من احتلال ومن اعتقالات إلى آخره. تجربة القادة الفلسطينيين اللي أصدروا أوامر لقواتهم بالانسحاب، يعني بعد المجلس الوطني الفلسطيني أجري تحقيق مع أكثر من 100 ضابط بما فيهم قائد قوات القسطرة الحاج إسماعيل جبر اللي خد منصب بعد ذلك في السلطة، قائد قوات الكرامة غازي عطالله. سعد صايل كان حريص أن يتم هذا لولا أنه هو استشهد طبعا بعد أيام ما قدر أشرف الضباط الفلسطيني. أشرف الضباط الذين عملوا في الساحة الفلسطينية رحمه الله. سعد صايل كان له دور كبير، كان رجلا قائدا يعني محترفا. أتمنى أن تعطي المشاهد نبذة عن هذا الرجل الذي لا يعرف عنه الكثير من الناس، لأنه كان يعني أصلا يبتعد عن الإعلام، كان رجلا كان الصامت الضاج أسميه أنا، صمته كان يخيف دائما لأنه ما كان يقول غير الضروري. هو خريج الجيش العربي الأردني، أصلا خدم الجيش الأردني، كان برتبة عقيد ومسؤول عن لواء اليرموك. في 70 كان أحد الضباط الذين يعني احتجوا مع جنودهم على ما أصاب الفلسطينيين في أيلول الأسود المشهور، فاستقال وتحرك ومجموعة من الضباط ومجموعة من العناصر وانضموا للثورة الفلسطينية. ولم في بدايته لم يكن دخوله
إلى قيادة العمل أمرا سهلا، يعني لأنه كان من البداية واضح أنه رجل له شخصيته وله وزنه العسكري الحقيقي. يعني ما كانش ما هو كان أبو عمار كل يوم يعني يعطي رتب عقيد ومقدم ولواء، يعني هذا كان عقيد حقيقي، هذا كان عقيد حقيقي، وخريج حتى ما كليات عسكرية في الولايات المتحدة. ظروف استشهاده في 27 سبتمبر يعني ما زالت هذه لغز، يعني قتل في منطقة مفروض ضمن الحماية السورية سهل يعني البقاء، كان في طريقه إلى دمشق. من قتله يعني ربنا أعلم، غالبا يعني إسرائيل ما بتطلق. لكن هذا الرجل قام بأدوار بطولية غير كان عادية، كان يعني كنت أنا على مقربة إلى حد، لأن من خلال ما قرأت في الصفحات وقلت لابد أن تعطي المشاهد صورة عنه، يعني كان هو القائد الحقيقي. الأخ أبو عمار هو القائد العام، اشتغل سياسي وتنظيمات ومنظمات واجتماعات ولقاءات، بينما الذي كان يقود المعركة والذي استطاع أن يحمي بيروت الغربية مدة الحصار اللي امتد حوالي 80 يوما، يعود الفضل في 88 يوم 88 يوما هو سعد صايل. أذكر أنني كنت أنا مكلف بملف الاتصال بالأمم المتحدة وانعكاسات الحرب على ما يجري هناك، فكنت على اتصال وجئت مرة قلت له إن نحن بحاجة إلى 72 ساعة كان يتمكن من عقد مجلس الأمن وإلى آخره. فقال لي يا أخ شفي، بذكر هذه الكلمة، قال لي أنتوا ناسين أنه الدبابة الإسرائيلية عم بتكون أسرع من برقياتكم أنتوا الدبلوماسيين، فأنت عم تطلب مني مستحيل. الصمود 72 ساعة ليس أمرا سهلا، لكني مع ذلك سأحاول جهدي. وقام بعملية شاهدت جزء منها في إعادة ترتيب القوات المرابطة في ضواحي بيروت وصمد. قال لي بعطيك 48 ساعة، حاول أن يعني تصلوا إلى قرار في مجلس الأمن في حدود 48 ساعة، لأن الوضع متأزما. وكان يقود المعركة بهدوء، ينام كما ينام الناس، يلبس مهندما باستمرار، يعني ما فيش هالمظاهر الادعاء الثوري، أجل لك حذاء وكان دائما يلمع هادئا. أسرته بقيت طيل إقامته في لبنان في دمشق يزورها كأي جندي، يأخذ إجازة في الشهر مرة ويزور هذه العائلة، لا يسجل أي اتهام له فساد أو ارتكاب أو سوء ائتمان أو إساءة. معظم الشخصيات النظيفة ذهبت شهداء، ذهبت شهداء. بدأ الفلسطيني الإسرائيليين يصلوا إلى بيروت في 10 يونيو، ربما أدركت القيادة الفلسطينية أن الهدف بيروت وليس مجرد 40 كيلو في الجنوب. بدأت وساطات من أجل يعني إنهاء الحرب، فيليب حبيب رايح جاي على المنطقة. في 18 يونيو احتل قصر الحكم في بيروت، في وصل الإسرائيليين إلى المطار. في كتابك لحظات لها تاريخ في قصة لطيفة حوالين سقوط قصر بعبدة. من القصر في منطقة بعبدة، نعم. القصر الجمهوري في منطقة بعبدة. وراوي القصة هو جوني عبده، رئيس المكتب الثاني أو المخابرات العسكرية اللي كانت تخوفكم دايما، اللي كانت تخوفنا دايما، بتخوف الناس في كل حتة في العالم العربي. طبعا مخابرات وعسكر يعني شيء يعني غير محبب إلى القلب عادة، نعم. وإن كانت مهمة ضرورية يعني عندما تخدم الوطن. هو الذي روى لنا ذلك في بيتي، وكان ذلك في لقاء حضره ياسر عرفات وهاني الحسن والمرحوم سعيد صايل. وكان الموضوع موضوع انسحاب القوات الفلسطينية من لبنان، فروى لنا القصة. قال كنا قاعدين في القصر الجمهوري، فاتصل بنا ضابط من بيت الحسن، كان مسؤولا عن المقر المحافظ في بعبدة. اتصل في القصر الجمهوري، فرد عليه جوني عبده، قال له شو؟ قال له وزير الداخلية عندنا. قال له جوزيف بيك شو جابه عندكم؟ وزير الدفاع أصدق. مشيرا إلى جوزيف سكاف رحمه الله، كان وزير دفاع أنا إذن ومن أهالي زحلي. قال له شو جابه على بعبده؟ قال له لا أنا بحكي عن شارون. وزير الدفاع الإسرائيلي. نعم.